أخبار اليوم. أود أن أعبر عن فخري بهذه الزيارة وسعادتي بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة دعم العلاقات الثنائية القوية بين مصر وألمانيا، لأن مصر بالطبع دولة محورية في الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية بين ألمانيا ومصر هي علاقات متميزة وقوية، وبالطبع مصر هي دولة شابة وقوية. وناقشنا أيضا في جلساتنا الثنائية دعم العلاقات والتعاون الاقتصادي، وكذلك نحاول أيضا مناقشة الوضع السياسي المعقد بعض الشيء في الشرق الأوسط للقضايا العالقة، ونحاول معا أن نجد حلا لهذه القضايا. و كثير من القضايا والمشكلات المعقدة، هناك قضايا عالقة وبخصوص بعض الأحكام التي صدرت. نحاول أيضا أن نتحدث عن العلاقات بين الفئات المختلفة في مصر بين المسلمين والمسيحيين. نحاول أن نتحدث عن العلاقات الثنائية المتميزة.